اوكي، السلام عليكم اخوان. هذا الفيديو هذا غادي يكون يعني على قناه سموبو. غادي نحاول انني نشرح فيه اداره الحسابات اللي بزاف ديال الناس يعني طلبوا مني انني نوضع يعني شرح بسيط حول هذه اداره الحسابات وشنو الاستفاده اللي يمكن لك تستفد منها في هذه الخدمه اللي كنقدموها لكم يعني في قناه سموبو وكذلك في قناتنا على التليجرام. هذه القناه اللي كتشوفها يعني معنا الان يعني على التليجرام كنقدموا فيها يعني جميع يعني التحاليل وكذلك جميع التوصيات وبعض الخدمات اللي كنقدموها لكم يعني في قناتنا على التليجرام. اوكي، فكذلك التوصيات هي توصيات مجانيه يعني في بعض الاحيان يعني تصل الى اكثر من 18 الى 20 توصيه في اليوم الواحد، ونسبه يعني منها يعني نسبه عاليه بالطبع. فعلى العموم هناك كثير من جرب التوصيات وهناك كثير من جرب خدماتنا سواء في روبو يعني والذي سنتحدث عنه ان شاء الله وسنتحدث عن ارباحه في الحلقات القادمه، كذلك يعني سوف نتحدث يعني عن الخدمات الاخرى مثل الحسابات المشتركه مثل الكثير من الخدمات التي سوف نقوم بمشاركتها معكم في الايام القادمه. يعني هذا القناه التي تشاهدها معي هي الان يمكن ان تقوم بالاشتراك فيها يعني عن طريق الرابط الموجود اسفل في صندوق الوصف. يعني لو كنت تستخدم الهاتف يعني حاول ان تقوم بتنزيل التليجرام يعني تطبيق التليجرام والذي ستجده كذلك اسفل في صندوق الوصف. يعني في حال لم يكن لديك رابط يمكن ان تقوم فقط بالضغط على رابط التليجرام من اجل ان تقوم بتحميله، ورابط اخر سوف تجد فيه هذا الجروب الموجود بهذا المكان والذي كذلك نشارك فيه الارباح التي نحصل عليها وكذلك نشارك بعض المعلومات ليستفيد الكل. اوكي، فنرجع الى موضوع هذه الحلقه. حلقه اليوم يعني كما قلت لكم على اننا سنتحدث فيها عن اداره الحسابات. للمعلومه هذه الخدمه لا اقدمها انا شخصيا بل يقدمها كذلك يعني مجموعه من الادمن الذين متواجدون يعني في هذه المجموعه، يعني بعض الاشخاص يعني يعملون في هذه المجموعه. انا لا اعمل وحدي في هذه المجموعه بل هناك اشخاص يقومون كذلك بالعمل معي على هذه المجموعه، هناك اشخاص كذلك محترفين في هذا المجال. على العموم فنقوم الان بالشرح يعني إدارة الحسابات. فكما تعلم هناك كثير من الأشخاص من لديهم يعني حسابات على بروكر ما مثلا وعلى شركاء الوصل مثلا شركة يعني مثلا اف اكس برو يعني شركة اكس ام شركة يعني اي شركة كيف ما كانت ما عدا يعني الإيطور. يعني نحن لا نشتغل مع الإيطور يعني المهم نحن لا نشتغل مع الإطار لعدة أسباب. أوكي، فسنركز على موضوع إدارة الحسابات. فإدارة الحسابات هي خدمة تقوم بتقديمها لكم. هذه الخدمة تعبر يعني أنت فقط تقوم بتسجيل في شركة ما، تقوم بعمل إيداع في الشركة، وتعطي المجموعة الخاصة بنا يعني حقية أنها تقوم بإدارة لك الحساب، بحيث أنه أنت يعني تقوم بعمل فقط الإيداع وتترك المجموعة هي من تدير لك الحساب. ما هو المقابل يعني مقابل هذه الخدمة؟ يعني بالطبع يعني كثير من سيسأل عن المقابل، فالمقابل هو أننا نقوم بأخذ 50% من الأرباح، يعني ليس 50% من رأس مالك بل 50% من الأرباح. فسنعطيك مثال. أوكي، لنفترض أنك مثلا قمت ب يعني باستثمار 100,000 دولار مثلا، 1,000 دولار قمت بإيداعها في حسابك يعني في حساب يعني في حساب شركة ما. سوف يعني بعد مو أسبوع مثلا بعد مو أسبوع سوف تقوم بالحصول على 500 دولار مثلا كربح. يعني نفترض أنك قمت بإيداع 1,000 دولار تقوم بالحصول على 500 دولار مثلا كعائد للربح، فالمجموع سوف يكون هو 1,500 دولار. اوكي، فحينها يعني سوف يكون في رصيدك 1,500 دولار. فحينها انت ما ستقوم بعمله يعني بعد الاسبوع ستقوم فقط باخذ يعني 500 دولار تقوم بقسمتها على 2. يعني 500 دولار عندما ستقوم بقسمتها على 2 سوف تأتي 150. اوكي، 150 دولار على كل واحد. يعني الشركة أو لا يعني أنت سوف تقوم بأخذ 150 دولار، وال150 دولار الثانية
سوف تأخذها المجموعة يعني كمقابل لهذه الخدمة. أوكي، يعني كيفما كان عيب، يعني مثلا كان 100 دولار سوف تقوم بالحصول على 100 دولار، وكذلك أنت سوف تقوم بالحصول على 100 دولار. ففي حال لو لم تريد أن تقوم بسحب أرباحك تريد كذلك أن تقوم باستثمارها، فيمكن لك استثمارها، لكن كما ذكرت لكم على أنه يمكن استكمال الخدمة، لكن يجب أن تقوم بإعطاء المجموعة 50% بالطبع. على العموم، يعني كما ذكرت لكم الخدمة هي بسيطة جدا، كل ما عليك أن تقوم بالتسجيل في الشركة، ما تفعيل حسابك، وتقوم بإعطائنا يعني معلومات الميتا تريدر، يعني فقط تعطينا الاي دي والباسورد، لا تعطينا الايميل الخاص بحسابك، يعني فقط تعطينا الاي دي والباسورد الخاص بالمنصة، والذي تعطينا فقط أحقية أننا نتداول، ليست أحقية أنك تقوم بالسحب أو الإيداع أو شيء مثل هذا، بل فقط أحقية التداول. أوكي، يعني هناك الكثير من يخاف على حسابه. على العموم، كل ما ستقوم بإعطائنا يعني هي أحقية أننا نقوم بالتداول بحسابك، وليس استخراج أو إيداع أموال. أوكي، فهناك الكثير من الأشخاص استخدموا كذلك هذه الخدمة، لأن هذه الخدمة ليست بجديدة، سبق وأن قدمناها يعني تقريبا مدة ليست بالقصيرة، والحمد لله يعني الكثير من المتابعين تم الاستفادة بهذه الخدمة، وكذلك استفادوا كذلك من خدمة الروبو الذي سبق وأن قمنا ببيعه يعني لعدة أشخاص، واستفادوا من خلاله. كذلك يعني نقوم بإعطائكم يعني حتى البروف يعني في يعني في المجموعة الخاصة بنا، مجموعة التليجرام، وليس كذلك نقوم بإعطائكم كما ذكرنا، نقوم بإعطائكم يعني جميع يعني الأشخاص الذين تحدثوا عن المجموعة، أو حتى تحدثوا عن الخدمات التي نقوم بتقديمها، وحتى الأشخاص الذين قاموا بتجربة هذه الخدمات التي نقوم بتقديمها. فأنصح أي شخص يريد أن يقوم بالبدء يعني في الربح يعني أن يتصل بي يعني من خلال الرابط الموجود أسفل، يعني سأضع لكم الواتساب الخاص بي، يعني فقط رقم خاص بالواتساب في حال كنت تريد التواصل معنا من أجل أن تقوم بالحصول على هذه الخدمة، أو من أجل الاستفسار عن أي شيء يعني في هذه الخدمة. أوكي، فالشيء الثاني هو أن تقوم يعني بالدخول يعني بتسجيل يعني في أي بروكر ما، وتقوم بالإيداع، وتعطينا فقط الاي دي والباسورد الخاص بالمنصة، وحينها نقوم بالعمل. بعد مرور أسبوع تقوم ب يعني كل جمعة تقوم بعمل سحب ل 50% من الأرباح، وتقوم بإعطائها إلى مجموعة، و50% الخاصة بك يعني تقوم بتركها أو تقوم بأخذها يعني أنت وأغيني حالك. يعني يمكن لك أن تقوم بسحب أموالك بالكامل في أي وقت تريد أن تقوم بسحبه. على العموم، هذا هو الفيديو، يعني هذا الفيديو فقط كنت أوضح فيه يعني خدمة إدارة الحسابات التي نقوم بتقديمها في قناتنا على التليجرام. فأتمنى يكون الفيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التوصل دائما بجديد القناة. كان معك هايزبو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.